ورح نبدأ حديثنا مشاهدينا بأولى فقراتنا الطبية مع تاج العافية. بيشعر بعض الناس بوهن أو تعب مفاجئ، ممكن نتيجة جهد أو ضغط معين أو ضغط عمل معين، وممكن تكون هاي المرحلة عابرة، ولكن إذا استمرت هاي الأعراض ففي خلل بعضو من أعضاء الجسم يلي ممكن تكون الغدة الدرقية أحد هاي الأعضاء. صحيح شام، واليوم رح نحكي عن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها الغدة الدرقية وتأثيرها على الجسم وعلى نشاطها بالجسم ونشاط هي الغدة بشكل عام، والتفاصيل كلها مع الدكتور أسد إبراهيم، اختصاصي بالغدد الصم والسكري عند الأطفال، وأيضا نائب عميد كلية الطب البشري بجامعة دمشق اللي صار معنا ضمن استوديو دامسكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم وبالسادة المشاهدين. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا فيك. بداية بدنا نعرف أكثر عن آلية عمل الغدة الدرقية بالجسم. الغدة الدرقية هي الغدة الصماء الرئيسية بالجسم، طبعا من مجموعة غدد صماء أخرى تقع في العنق أمام القصبة الهوائية. العمل الرئيسي لها هي إنتاج الهرمونات الدرقية T4 T3 وهرمون الكالسيتونين. تخضع لتنظيم مباشر من الغدة النخامية ومن الوطاء الذي يتحكم بعملها. آلية العمل طبعا تؤثر في معظم الأجهزة ومعظم الأعضاء الحيوية عبر تنظيم الاستقلاب الأساسي، هي من الهرمونات أو من الغدد التي تنظم إنتاج الطاقة، فهي بتأثر باستقلاب البروتينات، باستقلاب السكريات، تؤثر على القلب، بتزيد القلوصية القلبية، فهي أساسية جدا لعمل كل الأعضاء. إضافة لذلك عند الأطفال أساسية جدا لأمرين هامين هنن النمو، لا يمكن أن يتحقق النمو الطبيعي بدون هرمون غدة درقية طبيعي، إضافة إلى تأثيرها على الذكاء، على نمو الدماغ والذكاء، وهذا اللي بنشوفه خاصة أول 3 سنوات من العمر. إذا أصيبت الغدة الدرقية فيما يسمى قصور الدرق الخلقي، الخطر الأساسي هو التأخر العقلي. فعند الأطفال النمو وتطور الدماغ بشكل عام بكل الأعمار، الأطفال والكهول، تنظيم الاستقلاب الأساسي بالجسم وزيادة إنتاج الطاقة. تماما دكتور، اليوم إذا بنروح للمشاكل اللي ممكن تتعرض لها هي الغدة، خبرنا أكثر عن أشياء المشاكل وأيضا المشاكل اللي ممكن تكون نادرة بعض الأوقات ولكن ممكن تشكل مشكلة كبيرة. تماما، نحن عندنا بشكل رئيسي 3 مشاكل ممكن تتعرض للغدة الدرقية. ممكن مثل أي غدة تانية عم تنتج هرمونات، ممكن يصير عندنا نقص بإنتاج هرمونات الغدة الدرقية أو ما يسمى قصور الدرق. ممكن يصير عندنا زيادة بإنتاج الهرمونات الدرقية أو ما يسمى فرط نشاط الدرق، وممكن يصير عندنا زيادة بحجم الغدة الدرقية أو نسميها السلعة الدرقية، زيادة بالحجم اللي ممكن تترافق سواء مع فرط نشاط أو مع قصور أو مع سواء درقي، يعني تكون وظيفة الغدة الدرقية. طبعا مثل أي عضو بالجسم ممكن يتعرض ايضا للالتهاب، فالمشاكل الاساسيه القصور، فرط النشاط والسلعه. تمام، وشو الاعراض يلي في حال مثلا حدوث نشاط في الغده الدرقيه او خمول في الغده الدرقيه، شو الاعراض اللي بتعرض لها؟ طبعا الاشياء هو حدوث قصور الغده الدرقيه. قصور الغده الدرقيه ايضا بنميز بين، خلينا نقول، عند الاطفال وعند الكبار. عند الاطفال في ما يسمى قصور الدرق الخلقي. طبعا هرمون الغده الدرقيه ضروري لنمو الجنين، نمو دماغ الجنين حتى في الحياه في اثناء الحياه الرحميه، وبالتالي اذا في عندنا قصور درق خلقي حيتعرض الطفل بعد الولاده اذا ما عالجنا الى تاخر عقلي. من هون الكشف، ما في اعراض ثابته لقصور الدرق الخلقي. من هون في معظم الدول العالم او كل دول العالم صار في عندنا شيء اسمه برامج المسح سكرينينج، اي انه نحن بنعاير هرمونات الغده الدرقيه بعد اليوم الثالث لكل الاطفال المولودين حديثا. طبعا في بعض العلامات ممكن تنبهنا، ممكن يكون الطفل عنده لسان كبير، فتق سره، خمول، امساك، شعر جاف، هاي العلامات اللي ممكن، فقر الدم، ممكن اليرقان يطول. هاي بالنسبه لقصور الدرق الخلقي، هو كيان سريري مستقل ممكن له طبعا اسباب متعدده. قصور الدرق المكتسب اللي بيصير بعد مرحله تقريبا السنه الاولى ممكن يعطينا اعراض زياده وزن عند الاطفال، تباطؤ النمو الطولي، ممكن يعطي خمول، تعب، نحن بنسميه احيانا بلاده، ممكن يعطي كمان امساك، الجلد الجاف، عدم تحمل الجو البارد، كل هاي الاعراض ممكن تشير لمشكله بالغده الدرقيه بنقص نشاطها.
فرط النشاط هو معاكس حالي من زيادة الاستقلاب، فمنلاقي طبعا عند كل الأعمار أنه الطفل أو الشخص بيأكل كتير بس ما بيسمن، لأنه ممكن يصير في عنده إسهال، ممكن في رجفان نتيجة زيادة الهرمونات الدرقية، خفقان، تسرع قلب، وممكن يترافق مع جحوظ، أي يعني طبعا بالعينين. هاي الأعراض بالنسبة للقصور وفرط النشاط، وهن بشكل عام متعاكسين يعني. تماما دكتور، اليوم يعني إذا بدنا نروح شوي لحالة الالتهاب اللي ممكن تشكلها أو تتشكل بالغدة بعيدا عن القصور والزيادة بنشاط الغدة، هل ممكن تلتهب هاي الغدة بشكل طبعا. هلا الالتهاب فيه له نوعين اللي ممكن يصيب الغده الدرقيه، في مثله مثل اي عضو ممكن يصاب بالتهاب فيروسي او التهاب جرثومي، وهون بتسيطر الاعراض الالتهابيه انه التورم المؤلم مع الاحمرار، وممكن في نوع من الالتهاب نحن بنسميه التهاب المناعي الذاتي او الالتهاب بآليه لمفاويه، هذا له مرض مستقل، هو بنسميه نحن داء هاشيموتو، هو التهاب درق مناعي ذاتي وهذا بينتهي بقصور درق. أما الالتهابات الحادة اللي بتصيب الغدة الدرقية ممكن تمر بفترة فرط نشاط درق نتيجة الالتهاب، بيتحرر مخزون الغدة الدرقية من الهرمونات بيعمل فرط نشاط وبعدين ترجع للسوائل الدرقي، أو ممكن يتطور قصور درق. فالالتهابات إما فيروسية أو جرثومية أو التهاب مناعي ذاتي، وفي عنا التهاب تحت حاد أو بنسموه التهاب قيحي تحت حاد، مرض اسمه الدوكيرفان، هذا له كمان آلية مسؤولة عنه مجهولة السبب، فهي مثل أي عضو جسم ممكن يلتهب. دكتور يعني هون الأشياء هو موضوع الالتهاب أو موضوع القصور وزيادة أو فرط النشاط بشكل عام بما يتعلق كآلية سببية، هون الترابط سببي. يعني نحن إذا أخذنا القصور ليش بيصير قصور درق؟ السبب الأشياء هو التهاب الدرق المناعي الذاتي أو بنسميه داء هاشيموتو. طبعا ممكن يصير قصور لأسباب أخرى، ممكن يكون القصور مو من منشأ الغدة الدرقية، ناجم عن قصور بالغدة النخامية لأنه هي المايسترو اللي بيتحكم بعمل الغدة الدرقية. ونفس المبدأ إذا أخذنا فرط النشاط هو أيضا بآلية مناعية ذاتية، في ارتشاح بنسميه داء جريفز، يعني هذا في ارتشاح لمفاوي بالغدة الدرقية، فهو نفس مبدأ الالتهاب بس مو هو الانتان، خلينا نقول مو انفكشن، انفلاميشن اللي بيصير بالغدة الدرقية. تماما، ذكرت بعض الأعراض دكتور، وبعض منها يعني ما فيها ألم، فممكن الشخص يتجاهله طبعاً. وفي حال التجاهل وما راح شخص عند الدكتور شو ممكن يصير في مضاعفات؟ هلا نحن هون كمان بنميز مثل ما حكينا بجانبين، جانب عند الأطفال الشيء الأساسي اللي حيتأثر هو النمو. فبصير عندنا قصر قامي، معظم الأطفال اللي عندهم قصور درق مكتسب أو كيف ممكن الأم تلاحظ صغري على تباطؤ سرعة النمو الطولي؟ أنه الطفل مثلا ممكن هو طبعا هذا المرض أشياء خلينا نقول بالعقد الأول يعني بالعشر سنين فما فوق عند الإناث أكثر، هي بتلاحظ أنه البنت أو الطفل المصاب بطل يطول، أنه آخر سنة في مشكلة. طبعا نحن بنسأل هون ممكن الأعراض ما تكون ملفتة للانتباه، ودائما في ملاحظة أنه تحمل قصور الدرق عند المريض جيد، طبعا هو اريح بكثير من فرط نشاط الدرق فبيتحمله وبيتعايش معه، يعني في خمول بتقول لك طبعه خمول خلينا نقول، احيانا في الامساك ممكن ياثر على الشعر، موضوع البداني الترابط مع البداني هو مبالغ فيه او انه نتهم الغده الدرقيه انه هي عم تسبب البداني، نحن الطفل مثلا بصير ما عم يطول ووزنه ثابت فبصير نسبيا بدين. عند الكبار ممكن يكون البداني هو العرض مع الخمول مع تبدلات المزاجية، تبدلات السلوك، عدم المتعة، الاكتئاب، كل هاي الأمور ممكن نشوفها. ممكن يصير في انتفاخ طبعا هون. السلعة الدرقية ليست عرض ثابت في قصور الدرق، ومعظم الحالات لا تترافق بسرعة، هي عرض أكثر ثباتا مع فرط نشاط الدرق داء جريفز، حكما تقريبا في سلعة قصور الدرق ممكن بنسبة تقريبا نص الحالات يكون في سلعة ونص الثاني ما يكون في زيادة. تماما دكتور، إذا بدنا نروح لآلية التشخيص والعلاج والتدخل الجراحي، بعض التدخلات ممكن أيضا يكون فيها استئصال جزء أو كامل الغدة، تخبرنا أكثر عن الآلية سريعا هيك خلي استغل الوقت. تمام، هلا بالنسبة لقصور الدرق بشكل عام المبدأ الجراحي هو بحال في زيادة إفراز. بالنسبة لقصور الدرق عندما يكون هناك شك سريري يجب تأكيد التشخيص مخبريا. تأكيد التشخيص مخبريا هي بمعايرة الهرمونات الدرقية والحاثة الدرقية، يعني بنعاير TSH، FT4، FT3. إذا شكينا بوجود سبب مناعي بنعاير المشعرات الالتهابية والأضداد، بنسميها نحن أضداد هي اللي عم تموت الغدة الدرقية. عندما يتم تأكيد تشخيص قصور الدرق، العلاج هو بتعويض الهرمون الدرقي وهو علاج دوائي،
وعلاج بسيط يؤخذ بجرعة واحدة صباحا على الصيام، مع مراقبة الاستجابة بعد شهر ونص وبعد 3 شهور. وبيكون معظم الحالات هذا علاج خلينا نقول دائم. بحال استئصال الغدة الدرقية بالكامل، قصور درق، قصور درق بآلية مكتسبة أو قصور الدرق الخلقي، العلاج بالتيروكسين. ومعظم الحياة، معظم الحالات هي بشكل دائم. هلا بقصور الغدة الدرقية نادرا ما نلجأ لعلاجات تانية، إنه نحن عم نعوض الهرمون الناقص اللي هو هرمون الغدة الدرقية. بفرط النشاط مثل ما حكينا هي حالة أندر، يعني ما شائعة كتير، إنما حالة طبيا مزعجة أكثر، والسبب الأشع هو داء غريفز. هون في عنا 3 خيارات، نحن بدنا نبطئ نشاط الغدة الدرقية، إما دوائيا في مضادات الدرق التركيبية، بس هون أول شيء العلاج لفترة طويلة بين 3 إلى 5 سنوات، ونسبة النكس حوالي 75% بعد العلاج. الخيار الثاني هو الخيار العلاج الشعاعي، بنحط بمادة بالغدة الدرقية اللي هي اليود المشع، وهو بموتها للغدة الدرقية. إذا ما مش الحال أو المريضة ما تحملت العلاج الدوائي أو في مضاد استطباب للعلاج الشعاعي، الحل هو بالعلاج الجراحي بالاستئصال تحت التام. يعني نحن منشيل تقريبا 98% من الغدة الدرقية، وهون طبعا بيصير بعدها بده إجباري ياخذ التيروكسين الهرمون الدرقي مدى الحياة. هلا العملية إذا أجريت بأيدي خبيرة ما فيها الاختلاطات، هي جدا دقيقة تماما. سابقا كان في يصير اختلاطات على مستوى العصب الحنجري، بحث الصوت، أو أنه في عندنا الغدد جارات الدرق هي ملتصقة أو مندخلة في الغدة الدرقية، ممكن ينشالوا ونضطر نعطي نعوض كلس. بس معظم الحالات عم تكون الأمور يعني أبسط من هيك. تماما، كل شكر لك دكتور، يعطيك ألف عافية، وأكيد الصحة والسلامة ترافق الجميع. كل شكر لك، يعطيك العافية دكتور.